كلب البريغامسكو أو كوموندور هو من أقدم السلالات، بيحمل قطيع ويعتقد إن هو بفضله تم إبادة الذئاب. الاسم الرسمي كلب الراعي المجري سلالة الكوموندور. لونه أبيض، بيحب الأمطار والطقس البارد، أو بمعنى أصح مش بيخاف من أي طقس. الصوف بيحميه إن هو يقع فريسة للذئاب. الكلاب دي كانوا بيستخدموها في الرعي، وهي شبه الأغنام بالظبط لأن جسمه مغطى بالصوف زيهم. موطنه الأصلي إيطاليا، بيفتكروا إن هو بيعيش في موطن بارد عشان عنده صوف كثيف، لكن الكلب ده بيعيش في المناطق والأماكن الدافئة والمعتدلة، ما بيحبش يعيش داخل المنزل، بيحب يعيش خارج المنزل. من المستحيل إن أنت تقدر تسرح الصوف بتاعه بمشط، لكن كل اللي عليك ان انت تفكك الصوف ده بايدك. الصوف ده بيستخدموه في صناعة الاصواف. العلماء قسموا كلاب الراعي الهنغاري لنوعين، نوع محب للحرية ونوع بيعتمد على اهتمام المالك. كلب نادر الوجود، شكله جميل ولونه ابيض. سبحان الله، هذا خلق الله.